شمال. اذا كان بالصيف ارجع ارقد. مكيف وبارد. اذا كنت تعبان. احبه بساعتك انا احكيلك. عيال اخواني ادور لي شغله. واذا كنت انت قحرة اللد. لا ما هو على الأجوال. لا أجوال ترى يلا تقوم بحمولة تامر. ما فتحتها ما تسكر تسكرت ما عاد فتحت. اللي ما قد واجد. وأنت يا واد. أنا والله ودي أشرب. ها؟ يقول إيش الشيء؟ لا وين؟ ودي أشرب. الحلال. خلاص يا خلاص ودي أشرب. خلاص. ودي أشرب يلا. خلاص ودي أشرب شفت الحلقة. خلاص. سهل الصباح. الله يعطيك العافيه. تفضل يا انس. سعد ما تهداك ما تهداك. ايش مسوي بعد صلاه الفجر؟ ارش الياسه ارش بلك. والله اتكلم عجد لازم اشم ريحه اسمنت. والله العظيم خمس الصباح اللي ما لا لازم اروح ارش. عند ابو فيصل. يعني مو في الجلقه هو لا قاعد افكر قاعد افكر يعني عند ابو يا رجال انت بالعقل كل يوم ايش تسوي ترقدون تختلف يا اخي ما في شيء واحد طول حياتي يقول لي على شيء طيب هو رجع يقول لي قل لي يا رجال قلت يبي المعتاد يبي المعتاد الرجل المعتاد اللي تشوفه على صوته المعتاد تسهر بعد الفجر ها يلا ودي يقول ودي ما يقول اسهر يقول ودي والله للصباح جوه زين كل الصباح توزع ارزاق خاصه الايام دي ايش فيه الايام دي جو جديد يا شاك تصبح علينا يعني ايه باقي ايام تقوم الصبح لو مطر ودي تسنى احنا من قريب اسعد مفكر من العين انا من شفتك موقفها كذا اسعد صباحك انا موقفها برا يا اللي بعين عقالي له هديه خاصة فكيت بكرة خاص بكره خاص هلا تعالي يلا اي رجال فيكم من الجلسه كل رجال في الساحه ذي بعين عقال الا فنجان خاص من عندي فنجان مهم ملح على جنب فنجان خاص فاخر من الاخر انا تحمس دوره والله دور يا دور يا رجال دور عقالي لبيه الله يرضي عقال لي تسوي لهم فطور انا شايف ايش تدري يا اخي انا حط هذا والله لو في اغراض سوينا ولا عين ترى لازم بكره اشوف موضوع ذا هذا يعني بهذا بس برع السوق ولا اقول طلعني للسوق قضوا جوالك كم عجد تعبي ثلاثتنا صك الباب اي ما والله ما احد يفهم ولا احد يفهم ولا احد عندنا نقشر لا يلا خذينا معكم وقت خذنا اعطناكم شويات كذا ساعد ساعد محمد دور عقالك نجوميه شويه يلا استاهلوا ولد كيف وضع عقالك القريه حلوه ذي نه عقالك ضاع بالقريه جد حاط على الكرسي وزين القهوه ترى عينت انا تك تك جاي عصب الراس قبل ها انا جاي قبل شوي عصب الراس اي مهم العقاله على الكرسي يقول ايش يا اخي فرط راسي اي وشو وش العقال اللي طار استر 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 حركه انا بعرف ايش العقال اللي طار يا رجل اي والله الدقيق موجود الدقيق وين احنا عقال غالي والله لو مو بغالي ما ادور الحين انت سعد عقال عقال جعز عقال جايني صيدو عليان صيدو وين عليان يقول حط هنا كلام سعد يقول بعد كم زمان برق هني جرسن عليه مثل من جرسن عليه من العيال انت وقفين عطوا يا رب عطوا مجال وقفين كذا على مثلك لا جيت الغرفه معي انت انا الحين مين شفت اللي يدور النوم بيجي على فراش ما برد بيطير النوم اذكر ابى اروح الحق قبل يروح الله امسك 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 ليش هذا امسكه قوم الحلقه قبل يوم شفت عقالي انت و يا سعد صباح اللي بتمك عبد العزيز سعد صباح اللي نبي ولا انا لا هو لا قام يا صباح بعض البشر ليته من النوم ما قام ما قام كنا صباح هذا مودي هذا اعوذ بالله في قرصه يقول نوم ايش يقول؟ نوم يا كل واحد العباده ما توقعني يا انا اعطيكم تلميحات وفهموها ما يحتاج تجي انا عرفت خلاص مكانك ايوه هو من مسواح اعطيك تلميحات وفهمها بس لا تكملها مسواح ايش مسواح مسواح لا اعطيت التلميح اي انت ما يبيض الله وجهك لا ضاع يعطى العطاء من كان ضارم بل عطى ومن العطاء من كان خاله لاش شبعنا واشبع الذر في سورنا ولا الذر في زاد الطيبين معاش من لا جود منسبه قبل منشبه يروح جوازه عليه بلاش بلاش
لا اله الا الله ما شاء الله عليه رقد الحين بالله وش بيسوي الحاله بالقريه؟ انا ادري ها الحين شبعانه وش بيسوي؟ شبعان قلت بستنى الشباب. انا اصلا منتظر الشباب الساعه 9 والله مركز على اهدافه. بس هو والله يوم انه هنا وش بيسوي طيب الساعه 7 ما ادري عند الشباب مجهز القهوه الشاي بعدين الساعه 2 ترى الصبح الايام خفيف ضيقوها عليه يقولون الشباب يجون العصر قاعدين نشد عنهم هو يقول لي وين الشباب قولوا له العصر الشباب يقول ابو مسعود هذا تعال 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 لك عندنا علم الحلو في علم في علم يا ولد حصري تو جاي قبل شوي طازه العصر عصر بعد فقره سمعنا ان الشيبان بيجون عصر اليوم ما بيجون صبح ما في مشكله يعلمنا ايه مشكله يعلمون الاعداد قبل شوي ترى ايه يعلمون الاعداد قبل شوي شو العصريه الشيبان ايه سلام ما ابي احد ياخذ ابي استنى لحالي هي الهم لا كاميرا ياخذ ايش شو زعل بث ثلاثة ترى لو لو الساعه 9 لازم تشيل الهواء في فقط الطبخ كل شيء يروح اسحب لي واحد مني عاد عاد نرجع لا لا الله يسعدك الساعه 6 السلام ورحمه الله يا هلا يا هلا وغلا لا اله الا الله والله من الضيق لحالك بالقريه والله من النوم الفل ما شاء الله اصلا رقدت ترى كم رقدت؟ انا برقدين غني ساعتين ونص 10 دقائق ايش 10 دقائق؟ واحد ونص سوينا بعدك كرك وسوي ضربنا كيف بارد ما حد داخل داخل صدها صد عصر يرقد شغل عليكم حد يقدم يقدم كيف في الجو؟ يقدم مقرب لا والله زين والله ايه النوم النوم عبد العزيز النوم ما اقدر مشكله الله يدخل عليك الشيبان الصباح قوموا 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 جون هنا ولا هنا اجي في مجلس الازرق هنا ولا هناك لا لا هنا هنا لا الحوش لا وين الساعه 9 في الحرب ايه لا يعني بتجلس لحالك الله يعين والله شاي وكرك وقهوه مكس وحلا وحلا ومعجن ناجي ما رقدت انا صار رقد لا تقلب تقلب على جمر الغضب استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله اللهم صوت اهداكم الله يا اخي لا تقولون كلمات فيها فيها انت راح على 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 الفطره نعم وهذه الضيعه لا 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 اه صح الضيعه صح ولا محمد طوال صح؟ من وين؟ انا عدم صح هلا هلا ومرحبا ايوه غص غص هناك ويدي غص تعال تعال لا يهم المطبخ بنتي البرنامج هلا ومرحبا بسم الله عليك يتدربه ما يرفع براميل يا رجال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله دائما الامتان روحهم مريحه بعكسنا احنا ينحاف اي واحد متين يديك الاحنا بندر نفسيا ما يقدر يمشي ولا شيء يقوم ينكت ويستهبل طقطق ما عنده الا عند الا الكرت يلعب فيه بس يقول لهم كساك بخير هو تو قايم يا ريجي الناس والله يوم ينوم يا اخوي انا ما ادري وش سالفتهم يقول شو لهم صار معك اليوم تعطل جو والعلوم يا مازن سؤال غبي اها هذا اجلسناك بس ساعدني الحين ايه شلت عبد الله اخذوه وحطوه هنا عقبتك ليه؟ لازم اشوفه لان اذا لبسته يمين تجي عكس خلاص ما صبر متعود كذا ما باشرتونا ما اعطيتونا ليه محمس ليه ليه محمسين معكم احنا محمد اخوياكم جيبوا سووا بيهم شهر مكان وين الخبز وين البر وين زين هذا نور الايام ما جاء غدا انا ما اخذت يوم انك اخذت قصتك خلاص حركت انا اخذت واحده انا ما اخذت انا ما اخذت انتم الخسرانين يا مكليتوا ما بتتغدوا نعم الجيعان هو اللي يفوت ايوه الندم يا جميل اللي يبي انا ما يبي غدا تعال تعال كثير على غدا تعال سريع والله من الوقفه هذه يا رجل خلوه شفت الوقفه هذه والله ما تقدر غدا شفت المشي هذه؟ هو يفكر وش يطبخ يفكر وش يسوي هو يقول احس مسؤولية يقول يا اخوي ترى السالفة عادي متوتر هو قرفنا معه الحين ترى شو يقول؟ صار نقوم مع الظهر نطبخ معه كلنا نساعده نقطع بصل ولا شغل غاز بيضا اجيكم بعدين ارقد احنا
يلا يا رب قوموا 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 كلكم قوموا كلكم يوم الخميس دوم قوم لي مرة يلا سعد خلينا قوموا تمارين صباحية قوموا يا رب الله انتم يا عيال تمارين صباحية تمارين صباحية يلا قوموا تمارين صباحية يلا 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 يعني من امس العصر يلا 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 اي واحد يلا بسرعة صف 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 يلا 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 خلاص محمد رجع قال يلا يلا صباحية يلا يلا حصل لك النوم يلا 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 تمرين صباحية تعال تعال خلاص لا والله لا والله بالجدار ايوه شباب قوموا يا ولد تمرين صباحية قوموا يلا يلا قم يا وازع قم 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 يا ولد صف صف صفوا يا رجال صفوا قم يا ركان قم قوموا يلا قدام قدام امام فوق جنب تحت امام فوق جنب تحت امام فوق جنب تحت اي اي امام فوق جنب تحت امام فوق يمين واحد اثنين ثلاثة يسار واحد اثنين ثلاثة يمين واحد اثنين ثلاثة يسار واحد اثنين ثلاثة واحد يلا يلا شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة يا ولد وش سجل اسمه سجل اسمه ورقة سجل اسمه ورقة سجل اسمه ورقة واخر كذا واخر واخر من جنب اخر واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا يا شباب سووا كذا سووا كذا سووا كذا سووا كذا يلا 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 يا ولد قم يلا سووا 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 يلا 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 أتجاب أنت قم روح روح يلا 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 مرشد طلابي مدير مدرسة يلا يا شباب يلا وقف وقف يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة سوي عاد سوي طبق سكايا لا يلا آخر تمرين آخر تمرين واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة وقفوا والآن مع الإذاعة لا لا إيش تدرس لا القرآن الكريم مع الطالب أنس الميموني يلا ولا جرب ترى والله جدي جدي قرآن كريم تلعبون انتم ما لا والله ما في جدي يا اخي لا في جدي في لعب خلاص يجيب القرآن قال لهم طالب عاصي وازع قرآن عاصي جملة مفيدة جملة مفيدة طيب من زرع حصد ومن حصد حصد صح صفقة يا شباب صفقة صفقة ولد صفقة والآن مع الجملة مفيدة هل تعلم مع الطالب نواف ابن العزيز ابو صقر ايوه يلا ديك يذن ولا يقيم والله خاصم خمس درجات على طالع ابن العزيز صقر ارجع لك ورا معلومه ذي قصيده مع الشاعر مدير المدرسه كلمته يلا تفضل كلمتك يا شيخ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله انضباط لقد اعجبني الطلاب ما بدر منكم سلام النشاط على الصباح لذلك اليوم كله بدني ممتازين ممتازين هاي فضل الله الفضل يا شباب نسيته صف ارجع 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 يا ولد ارجع ارجع صف يا شباب يلا اصبر صوت واحد صوت واحد واحد اذا ما عجبني لازم اعلى صوت ابشر 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 طال عمرك يلا يلا يعني نشيد وطني لازم احترام فيه اثنين ثلاثة سارعين بالمجد والعلياء هجر لخالق السماء ارفع الخطا الاخضر يا النور المسطر صادق يا الله يا مطري مطري عشت فوق المسلم عاش الملك للعرب والوطن طنطره تفضل طلب بكره اجازه امره اطلع اطلع اجازه بكره عن بعد عن بعد ما قصرت يا شباب وهذه مبادره حلوه كل صباح لازم تطبقونها قول يا الله قول غرم غير يا ولد درس الناس لا لا صدق هذه لازم نعتمدها يا شباب نحرك الدم الحركات الدم المتجمد والدم نسيت ما نسيت هذيك ايش هي نسينا كيف حرك الدم ده انت والله دركت اللي يسوي لك مساج
لا عندي عندي لا حط السكر بدل الملح. لا شو شو لا والله ثلاث كاسات روح يا ريا ماني بغداء ثلاث كاسات لا الجوع قلت ما انا بغداء حاط لوزين بريال ونص انا موجود هنا بس تحت ما غداها نسيتها وين هو هذا يبغى ينشفنا ذا ستة صباح ساكم الساعة يا ابن الخامسة والخمسة وثلاثون دقيقة بالضبط لا 25 دقيقة لا بالحال ساعة أنا وقتها لحقت المسجد قبل شوي أنت ساعتك درجولة أنا وكالة ونعم مالك سويت الله ينبع بك ولد إيه ولد ودي أشوف ثوبك يقول الشاعر يا لا 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 يا لا 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 الحين الحين الجواب من عنده انت تدري ما يحبك انا ابن عمي وانا ابن عمي انا طيب هذا واحد من اكثر واحد يكرهني انا سام تستاهل بيض وجهك لا لا خطا اكرهك توجه ولا جنب بعد مسام قال لا الجواب نكره كلنا انا اجو اجو ادور العين جبت الله يكتب اجرك يا ابو معجد انا ودي اشارككم كل رجال فيكم على بركه يا عمرك طويل جل العالم بيجي 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 يطلع انا ما انا ساكن يا حسن سم يا ولد عينك فيها هاي والله ما يا ولد جاك كل منكم على لقمه بس والله ما على كيف يا ولد انا ضارب مبلح من قصر لا احد يجامني من المخلوق كله لا بدون ما تحلل حج ملك الله ومرضاه ليش بذا يلا صفقه يا شباب صفقه 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 لا لا تعال اجلس شم اجلس اي والله اجلس رجلك خير بعض الاجواء تعال تعال اجلس هنا ما يمديها بنشوف لنا يعني تعال تعال طقطقيه تعال خلاص لا 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 راح عندك شغل اسمع اسمع تعال عبد العزيز راح يبي ما عندك شغل انا عندي طب هنا لكن هذا شويه انا عايز اقول هنا بيجي لكم كبسه انا ذقي هنا بجوه انت الحين تروح بعده تسوي زينه زينه هناك ولا والله تمدح مني ذا بكره ومعك لا حصل عطني عصير تشرب كل ما شمل يجي نظاره قاعد تسمع ايه يدرون يرحمك ربي شمل وانت تزاود بنقاط وانت يعني كانك تشتريها نقاط يعني اختار الشيء اللي تضمن انه بينجح تستفيد من وراه نقاط ارقدوا
اجي عند ابوي ابو مسعد. حرفل يا عيال حرفل. ايوه انت المكان هذا يو مو بال. اجل من اللي بيطبخ اليوم؟ ايوه بتكلم على انس ما شاء الله وركان السهل. ما تك... ما شاء الله انس ما تقضي. الا جاوبنا عايز السوق الحين. ما افتحوا للحين ما افتحوا للحين. لا ما افتحوا انس تبي معها انت بدري. قلت له ما افتح. أبشر والله يوم الأربعاء بالوجبة اللي ما قرن عليها. أنا والشيخ سلطان. كفو والله أنتم سلطان. يعني جوا مسر الحين. يومين أنفسكم من الحين. لما ناكل غدا أنس. يا ميزة. ما قرن عليها. أما غداكم. أنس خلاص أسوي غدا. أنت غدا. ما نزل. حلو وسهلا يا شيخ. زيت زيتون ما قرن. زيت زيتون وما. الحين. الله يجزاك خير. ها؟ اختاروا لها لنا هم. لا لا تشتريها بنقاطك بكره بكره شوف الآلية الجديدة ما ادري ايش آليتهم هم بكره بيروحون الربع بيعلمونا اليوم خلاص انا بعدها عن نفسي انا استاذ دام نقاطكم بتجيب الكبسه تشتروها وين تروحون وين؟ انا خوفتك اني اضيع نقاط راحنا عليها شو والله مزاوده مزاوده شو عزبتك ذي بعد بتزود عليها نشريها اي والله لا عزبتك منها شفت عزبت نشتريها بالنقاط وما عطتنا اياها ابد ترى على البيت أوش ذا النقاط كم تبيعها؟ نقاط ذي وش بتوزع عليه؟ على العيشة. أنا شو؟ أهم شيء العيشة. أهم شيء لا أحد يقصر نفسه علي. أنا شو؟ أنا علمنا عاد. أما أنا سرت. هذه السناك هذه. ما يحتاج أنا سرت. هذه السناك هذه. إيه هذا السناك. من بارح والله أنا السناك هذا بلجح إن شاء الله. جميل عادي. زي ما يأخذ شدنا. أما غداكم بكرة علي حلفت ما حد يسوي ذا. لا لا تم 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 على القوة على القوة يا ابو الله تبون برياني تبون صيادية برياني لا الامور طيبة دام قال برياني معي يا طويل العمر ما ادري سعد 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 اي افضل واحد سعد معي افضل ناصر افضل واحد سعد وين سعد ما شفته مو جعان اشبابي ودك تشرب ودك تاكل ودك طباخ ودك راعي صوت غدا انا ستكون طلعتوني ليه؟ انتظروا غدا انا لا والله غدا هو غير مو ماشي علينا غدا يعني لا لا خلنا ما ياكلون احنا نشوف انقلبونا الرياجيل شدنا حيلنا تمام يا سعد نبي نتعبكم الوكال والله انه ينخاف منك يا انس انت انت الظاهر انك دائما تكشف انا بشوف امشي بسوار قد خمس ساعات بس لما اقوم عاد واكل شيء يدق نص حبه حبه بعدين اسوي غداكم ما اكل غداكم ماني بتضحك اللهم صل على محمد وسلم عليه هذا اشترك محتوى انس يعني اسمع ارجوك اسمع اسمع يا خالي اسمع يقول سلطان عفوي عفوي صراحه دكتور عفويتك هذه ما هي بس يلا يلا بس مسموح هذا ذكر الله بس خالي جنبك محمد بندر سلمي سلمي عليه سلمي على ابو بندر يا بينها شب الضوء يا رجل بكره بنجيب اي والله اي والله شب اي والله انا كان موجود بحمد الجيس لا لا موجود شب رجع منقل موجود موجود هناك منقل حلو منقل منقل كل شيء موجود منقل تبي منقل ولا منقد موقد يجي موقد موقد وجاب وجاب متنقل منقل مفتوح ها ها شو منقد ها شو منقد اي منقد نسميه منقد 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 ومنقد منقد بعد هذه اختلافات واختلاف كل هذه كل الطرق تؤدي الله يرزقك للبزنس الى هناك احنا نسميها حديده شيء النار كنا عليها خمس نقاط احنا نسميها حديده شيء النار انا بتا واقر زمن عريكة من المطاعم غيرها ما باش لا انا انا زميم عفوس او معفوس مبروك عشان تاكس زي كذا سلامات افرك افرك لا يا متى يا والله في طحانه جيبها ترت ظهر ظهر لك مفتوت 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 سمن ايش سمن بقري ولا سمن بري يا لطيف هذا شوية سكر شهويت الله يهديك مع حليب لا لا ما مع حليب ايش تدري وش احسن حاجه قرص حمضيات بارد اسمع شوف قرص جمري مشروب بارد مشروب بارد قرص فتفت اوكي حط عليه حليب كرك قطع معه شوي طماط قرص حط عليه كرك
ايه سمن عسل طماط افرك 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 ليه يجيك يا ولد ومشاشي مش صحتكم غوالي هذه والله كذا وزيت زيتون زي ما مسمن بري زيت زيتون الجوف هذا اقول زيت زيتون تقول جوف زيت زيتون اي حاجه اي ان شاء الله جوف ولا غيره والله لي. طيب حنا السؤال طرح نفسه حنا عربي كيف نلقى لا 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 حنا مصدرنا الاساسي هو الطحين الاستاذ مشعل ما مقصر معنا الاستاذ مشعل ما برايح يجيب لك طحين وش انت لا الاستاذ مشعل احنا حاطينه ليش للمهمات الصعبه من الاستاذ مشعل الاستاذ مشعل النزي ايه هو مشعل النزي ترى عنده امكانيات ما شاء الله تبارك الله يجيب لنا طحين هي يعني لو يقول انطلق جاب لنا طحين ما لازم يطلع من تحت الطاوله ايش عنده لا ابوه مش اسمه ابوه لكن مشعل ما تعرفه يعني على طول الشيء اللي انا في يديك انت قم مخزن عند متى يا رجال اليوم يوم تمشينا في الحوش ياك عين طحين انا لقى طحين انا طحين عندنا بيض طحين ذاك ما اسمه بس هذا مشكله هنا حدود القريه ايش حلو حدود القريه يعني ما حدك الباب ذاك ولا تعده حدك الباب ذاك ولا تعده ايه طيب وانا عندك حدك الباب ذاك ولا تعده وانا عندنا اتحداني الله يقطع سوالفك الله يقطع سوالفك اتحداني عامل فرقة وشطة شطة ايش؟ شطة على خبزة هندي اوه جبن والله اني لاقي جبن علي بالحرام بالثلاجة انا من النوع اللي يحب اطبخ والله اني احب اطبخ يا عيال اكل السوق هذا ماني بحب متى طبخك طيب قديم والله لا طبخك متى الاسبوع لا الخميس شوف ذا جاك قال طباخ وما طبخنا الخميس انا هم عفوشه العيشة ما ادري والله ما تقبلها انا مازن سوا انا وانت ويا الشمري ايه مازن انت والشمري وانا ووازن سلام عليكم وعليكم السلام هلا والله فمتى طبخك انت أزعل تعرف تطبخ؟ تطبخ أزعل الله أضبط لك أترك الطبخ أترك الطبخ أترك الطبخ ذاك ذاك ما بالحين ما بهم هل هم الحين الفطور اللي بتفطره الحين الفطور اللي بتفطره الحين روح أرقد ما معك إلا الغداء ما في شيء لا والله أرحب أرحب شخصية المهمة لا والله ما يرضاها الأستاذ مشعل أستاذ مشعل أستاذ مشعل أعرفه أنت الحين جبنا الطحين يقولها لكم وين عاد تبي تطبخ الحين؟ فيها اطبخ. شكلك راقد لين تاخر راسك. لا 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 قصدي يعني لين امتلى راسك. بس المصطلحات يعني فرق بس. اي عادي المصطلحات كويسه لكن ان شاء الله يوفقنا ويرزقنا ان شاء الله بالدرجه الصالحه. اللهم امين. والله انت ايش حالك؟ ايش خبوش؟ والله خلص عليك والله يعجل ب الله يعجل طيب ان شاء الله نفسيات 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 ما حد يسولف ما حد يسولف نفسيات 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 يا اخي شو يقول؟ والله ايش اقول قال ايش يقول؟ نفسيات 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 شفت؟ تعلم نفسي يا عم خليك تصدق معنا ها انا اصدق يلا يلا اسمه؟ متعب عليا عليا يلا عليا زعلان يلا يلا واحد عليا زعلان من يبي هزاي 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 عليا محمد عليا ومحمد لا لا عليا زعلان من يبي راضي هزاي براضي يلا عليا من يلا ديروا عليا زعلان من يبي راضي هزاي راضي هزاي راضي علي ينزع لان من راضي علي رزع راضي كذا لغز لا عاد بقول ان شو تسولك بسيطه قول يا حلو قلت استر يا قولوا لا اله الا الله حق الله قولوا لا اله الا الله حق الله الرجال الله انا احس بعد تحس أعلمكم احس ان عبد الرحمن كثير بيتخيل احس انك لا تحس قل ليش؟ ليش؟ وبيعطينا فطور. بيجيب لنا الطحين والمواضيع وبيعطينا الجوالات. يقول يوم مفتوح. هلا يا هلا. لا لا اليوم كبرنا. المرضي يتجنبها اخوك. المرضي يطلع شوارب راحوا. ترى
ضحيه. والله ضحيه من الشعب. انتبه تاكل. انتبه. والله يا ما والله واحد لنا اجنب على هنا راح ضحيه. والله. خلاص خلاص. يا اخي ما عندنا واحد صوته حلو هنا. الا انا. أصلاً. نحتاج سعد سعد فيصل نحتاجه. يا سعد فيصل. سعد فيصل نحتاجه. إيه تعال سعد فيصل تعال بك تغني لنا. سعد فيصل. جا. خلينا بروجي خلان. تعال سعد فيصل. نجيم الصباح سلم على داهية الخد. يا سلام يا سلام. خلاص يا رجاء. يلا يلا. لكن ماي كويسك. جمعة سبت لحد جمعة سبت لحد. يلا نحتاج مع الصباح يلا نحتاج انشاد بصوت الشجي سعد يا عقد يا نسيم الصباح يلا ايوه سلم على بهي لا انت جايك مقصله يا رجل انا جاني مقصله يلا 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 وش انا بك تنشدني الله يطول عمرك ايش تنشدني مع الصباح يا إيه؟ اخي مع الصباح يبغى حساب كذا روقان لا لا سوالف روقان كذا لا سمونا ذي صباح الصباح الله كمل ما اعرف والله لا ماشي مدري ايش يقول على مدري ايش صباح راح صباح يا لا بجيب لك واحد بجيب لك شلتم ما شاء الله على دقيقه يا يا صباح صباح الخير يا قلبي قديم هذيك اللحن جبته لكن ما جبته كلمات انا عربته طيب اصبر تقليد دقيقه دقيقه صباحنا صباح الخير صباح الخير صباح الخير اوه ايه هذا ايه هذا بس لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما عندهم محتوى خيانة ما عندهم محتوى خيانة ما عندهم محتوى خيانة أنا سكت بعلم الناس قاعد يفكرون في الغداء قاعد يفكرون في الغداء لا 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 يا عدم لا خيال ما عندك لا 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 ما ادري يا ربع بدري يا ربع والله لو داري ما غنانا يا شباب يلا الله يستر عليكم الله يستر عليكم جزاك الله خير والله ما كان ودكم خففتوا خففتوا يعطيكم العافيه لا 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 يا اخوان يا اخوان انا بعلم 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 سعد بالموضوع يا سلام يا سعد قل لا اله الا الله يا سعد لا احنا دخلنا انا والرجال هذا المكان ما والله صدق والله نكلم صدق قريب كلام لا ولا بيه تو 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 قريب حلو يعني ما بدا الحين ما بدا العصر 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 امش قبل الدخول دخلنا العصر ما بالعصر قبل يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس قبل الدخوليه لقينا مطبخ في في مكان ما مكان ما مكان ما مكان ما في جميع الاصناف حلو حلو وانا اقول للولد نبي نروح ننطلق جيب لنا بيض وبنجيب بنطلق بعد بعد القناه بعد ما نظهر ان شاء الله ننطلق ناخذ ننتبه انا يعني ما يعني مكان برا ايه لا 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 قريب يعني طيب هذا وش تبي نسوي برا بعد بعد القناه بعد ما نتخرج ان شاء الله سالم بيجي فيها فضفضه بس علمونا يروح بتل سبع اصبر اسلم يبدو انه مرتاح حولك فضفض صرحوني يا ظالم بيعلم علينا بس ترى عليكم صرحوني اصرح انا اصرح عليكم صرحوني علم انت رحنا المطبخ جنب هناك العصر يوم الخميس عينه طحين عينه بيض عينه شطه عينه خبز جبن والله في جبن اللي قالها قريب بعد يوم الخميس خميس لي علي امهم هذا قريب قريب تبيه اصبح تبين الحين نفزه لا 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 الحين تعلمون هذا السالفه تعلمون سالفه لا 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 ما هم رايحين الحين بس نعلم السالفه يعلموا بالسالفه بس الحين سوينا كلكم توصون لا لا علموني هذا بينشبه الله ينشبه قول لا اله الله بينشبه قول لا اله الله حقنا طيب ان شاء الله رجع الله بس احنا يعني انا لكم ذيك حجره بقره عقد عمي عقد الحشره وش تعلمون حلو صدق يلا خلينا نلعبها احنا قلنا ما لها الا الشيخ سعد بن فيصل
حل حلال يا ربع عيت سعد بن فيصل. سعد بن فيصل وينه؟ سعد بن فيصل شاكر رقد 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 ما لا غير وه وه اللي بيحل المشكله يعني بينطلق مثل ديب يروح يجيب فطور بعد احنا الصباح مشكله فقرات ما في فطور طيب اخي انا العب بعدين اللي تجي عليه هو اي وشي حقره بقره قال لي عمي عد العشره صح؟ ايه وعد العشره واسوي كذا صح؟ يلا يلا نزل الصبح حقره بقره قال لي عمي عد العشره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صف الضي حقره بقره قال لي عمي عد العشره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صف الضي حقرة بقرة قال لي عمي عد العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذه كانت مصوتة هذه كانت مصوتة لا ما كانت والله لا 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 يلا واحدة ما أقدر أصفط هذه شو والله هذه انصفط مو صالح بس مو صالح هذا انصفط طيب هذا خلاص اصفط اصفط أبو خاتم نشوف إذا خاتم وشي بدايتها حقرة بقرة قال لي عمي عد العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح اضيق شيء نشعد حقرة بقرة قال لي عمي عد العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والله انت صوتها ألم هنا ألم في المعدة يا أخي إذا كثرت أكل لا يا إذا جاني أنت بسطح لا ما هو أنت لا استغفر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله هذا الطاقة صفر خلاها في العصر انا الحمد كنت اتكلم عن نفسي نعم اصل نفسه ابو مسر غطانا عشان اللحظة هذه مع الصباح يا نوم نعم 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 صحيح صحيح الان جو فرايحي جو شعري هذا بيت ترى قديم لي يلا بنون عروض مبارك اضع صوتك بيطالكم قل لك سعد انا روض مبارك شتي يا الله عليها دليل طاب يا نورا يزري عليها دليل طاب يا نورا سلام سلام يا سلطان قاعد في صابه عفتي انا بيت المتضمنه لقتله تحت شعره تحت شعره اي بس بده يصيد شوف غلط في اخطاء نص الكلام مو بحاطين عليه فتحات ولم يحتر اصلا حتى كيف كاف نون هاء هاء الف اي كنها ها كنها ولم يحتط من سيده لاخلاصه له لقد اسلم شاعرنا الماء شوف لقد سلم المفروض شاعرنا الملك قيادة نفسه من كاتب بعد أن فرط والله ما أدري في حقه وهجى وعرض والمصيبة أنه أصر على حمل أمر قتله بيده ولم يحذر إن هذا لجهل وحمق وغرور في الدنيا يعز على الدنيا أن تأتي بمثله اسمه عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة ابن قبي ابن قيس وجا النهاية للتحدي فيه رايا يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا هلا في كل وافي
صافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في أهل البزنس كفو بالسوالف وين يا شديد سلام يا مناحي عندك كمان هذا عقالك ولا عقال من الملحم اللي دوره والله يمكن خاف عقال من الملحم اي اخوي عشان بالعقال كم ساعة يا ابو صقر؟ ساعة كم؟ 55 دقيقة باقي 10؟ باقي 10 دقيقة خطوط بس كم لا في دوائر ده بعدين ما فهمت شي خاطرك 60 انا كل شوي انا تلمس مخابي متعودين على هذا الجوال اقسم بالله اني كل شيء تلمس مخباي خلاص عاد 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 لانه كم سنه يا ولد اي والله غير... انا عاد من النوع اللي ما ارقد الا لين عاين الجوال اي لازم التكتك اي والله نفس النظام قم قم تخيل تخيل لك حمامه تخيل انك دجاجه الدوره اي والله والمقطع ورا المقطع ورا المقطع شوي للوقت رايح قول لي ليش يلا شوي تستر يا ولد لا تقول له خير والله ان اكثر السايد انا في الملاحظات يوم. ما عاد عرفنا نكتب الا في الجوال الاوراق والله ما عاد عرفت القيها حتى في الجوال الله يقلعك الله يقلعك يضحك سيء مش الامور خلي الامور تعبك تخيل لك اسمك بس ما عندها ذاني عندك ذاني عيونك راها سواء من الله جاك النوم اي والله من الصبح صار تخيل طار النوم يوم صليت الفجر وش طار النوم تخيل انك مسند ورا الصرصور ها مسند ورا الصرصور ما من اضحك احب تفاهات الفجر هذه حلوه والله بالنوم هذا الربع يقول لكم ايوه في غبي يحب له غبيه ثم والله قروشته الغبيه هو قروش الغبيه غبيه ايه ايه وتروح تحذفها عطته بلوك وتكسر الشريحه ايوه طلع لها رقم جديد طيب دخلت عليه واتساب عقب ما طلعت الرقم وين دخلت؟ دخلت عليه في برنامج هذا حق مراسلات ايه وهي تقول وهي تقول له تراني اعطيتك بلوك وانت ازعجتني عاد تكلمني ايوه ترد عليها اتوقع والله لو طلع رقم سوى من تحت الارض وش قال هو؟ غبي وغبية لا اعطيني رقم حساب اعطيني رقم حساب لا ما لا ما استقبل كاش عرضها في حراج مو حلوه غبي وغبية في ذكي هنا كتب نروح ناخذ نكات برجع من غير نكات طفيه يا شباب حقوي الان علي انجل والله اني ما احب الكتاب انا ها الكتاب شباب الكتاب قصص قصائد انا مع الكتاب كيف تتحدث مع الاخرين مع العسل كيف تتحدث مع الاخرين كيف في جزئين في مكتبه من الكريسم والله تحدث مع الاخرين يعني ما عنده طالب اقرا كتابنا الايام كيف تتحدث مع الاخرين تمسك الاخر هذا اعي يخوخ بعض السوالف ما لها داعي لا 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 بس بكلكم سأل يا أخوك بعض السوالف ما لها داعي والعرفان يا سلام وش 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 باقي المزيد المزيد يبين مع الشهور يبين مع الشهور ولا ينجح أي جديد إن كان ما هو صبور
الحضور نجدد ونستعيد وفزنا السري الحضور سلام في المبتدا تسليم تل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم تل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف نجدد ونستعيد بزنس سري الحضور